تاخذها. خلص يا حبيبي. لحظه 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 لك يا ثلاثه. اي لك لحظه. هلا بنزل لعنده بقول له الورته راحت. ما انا عرفان، ما انا عرفان، ما هن كله بيعملوا حالهم برا. يعطيك العافيه. هلا حبيبي. الله يعافيك. كيفك؟ هلا ماشي الحال؟ الحمد لله. معلمة بس سؤال لو سمحت. ايه. نحن تقريبا من شي جمعة ونص اجى الوالد لعندك. ايه. زبطتوا له فرش السيارة، معه كيا. كان مخزوق زبطتوا له اياه. ايه. بس المشكلة هي الكيا هي منا لبيي. ايه. هي الكيا منا لبيي. ايه. ما خصوا فيها بيي لكيا، منيحة؟ منيحة. بقوم بيي بيجي، توفى جدي أنا من 3 أشهر، يعني من 4 أشهر. جدك توفى. جدي أنا توفى. اه. عم بفتشوا على الورتة، عم بفتشوا عم بفتشوا ليشوفوا شو عنده أراضي وشو عنده قصص وحكايات. بقى كل الخبرية يا كبير قايم كاتب ورقة قايل لهم أنا حاططها بقلب الكيا بالفرش من تحت، عمل لها سحاب. سحاب؟ عمل سحاب، هو سحاب صغير كاتب ورقة الوصية وين موجودة. فهمت علي؟ ايه فهمت عليك. مشان ما حدا يتخانق كاتبها لبيي 100%. قام بيي ما معه خبر، إجا لعندكم لهون معلم. هلا بيي خوتان جانن بالله اللي جانن جانن. ايه. انه الفرش راح كبيتوه انتو. سويناه سوينا لزبون. لا خيي هلا لزبون سويتوه لعفريت انا ما بعرف. ايه. كل الخبريه انه الورته موجوده بقلب الفرش. نحن بدنا الفرش خيي، بدنا الفرش او بدنا الورته. فرش سويناه لزبون واخذ وراح. بيي هيدا بيي. ايه. ايه. روح عند بيك. ما هي الورته بقلب السياره بقلب الفرش. يا حبيبي شو خصني انا؟ سوينا لك فرش مع بيك يا حبيبي. روح حبيبي روح. الفرش بس لحظة يا خيي، بس لو سمحت. ايه. كلمة. ماشي معك أنا. يا خي شو ماشي معك؟ ايه. أنت في غير. عم تقول الفرش والورتي تفوتني بحيطان، نحن بطوني معروفين. لحظة 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 بس لحظة لحظة. ايه. بس لحظة. الفرش الوراني. الوراني بتاع الظهر. ركز روح روح. لا روح ركز معي. الفرش نحن سويناه. لحظة يا خيي. راح الزلمة معه، روح لعنده. مين هو؟ لك للزلمة. أي زلمة؟ شو جاي تطلع علي هلا؟ لحظة يا خيي. وينك يا زلمة؟ خي لحظة بس لحظة روح. هلا عصبت علي. هلا أنت عصبت علي، أنا بعدني عم فهمك بس. عم فت لي بورتي وما ورتي وقصص شو. أنا بدي خبرة خبرية. إيه قل لي أنا سامع. هو أنا يا خيي على راسي يا خيي. أنا حاسمع. يعني هلا أنت عم تعمل لي مشكلة؟ لا يا خيي. أنا عم لك في ورتي. ما أنت عم تحطني. ما أنت تكون محل قلبك بيحترق من جوا. ما أنت اسمع. إيه؟ انت كون محلي انا قلبك بيحترق من جوا. إيه؟ نحن ناطرين جدي ليموت. قام مات جدي الله يرحمه. قلنا في ورته. روق يا خي روق. إيه؟ انا رايق. قايم جدي شو عامل بقلب سيارته من ورا؟ عامل سحاب. إيه؟ حاطط المكتوب بقلبه. إيه؟ الورته وين موجوده؟ عنده 13 ارض بالخيام. خي شو خصنا فيه؟ نحن سويناه وعطيناه لزمه وفكرنا السحاب وراح. شو بك خي معلمي؟ بس لحظه خليني كمل لك بس كم. انت في غيرك هون؟ لا يا خي انا صاحب المحل. انت صاحب المحل؟ انا ابنه صاحب المحل. يعني طيب انا نفسي صاحب المحل. ماشي بتقول. في مجال نتصل بصاحب المحل؟ خلص حدق لك لقله بركي هو ما رد عليه. حدق لك يا خي بس كلمه لو سمحت. خذ واعطي معك. بتعرفني شيء انت؟ لا يا خي ما بعرفك ولا بدي اعرفك. حدق لك حاجه خي صاحب المحل. خي في ورته بالدق. خي شو خصني بالورته؟ اطلع عليك روح يا خي. بس لحظه عم تمد ايدك علي عامل لك في ورته؟ احكيني كلمه من المعروف. عامل لك في ورته عم تغلط معي؟ بس عم تغلط معي؟ الله يرد عليك روح. معلمي في غيره هذا الشاب هون؟ في غيره هذا الشاب هون؟ يا ورتي ما ورتي يا خيي. اه؟ هو الحاج مين بيكون؟ الحاج بيوت. ثلاث اراضي ب اه الله يرضى عليك. مش مرة بدي اقول له على التليفون. الله يرضى عليك روح يا خيي روح. بس احكيني كلمة لو سمحت. هذا الحاج صاحب المحل. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك؟ هلا. بس انا ما غلط معه من وقت ما فت لعنده انا. أيه. ونازل بعيط علي وما في ورته وما في ورته. طب انا ما خلاني احكي معه كلمه، نازل في عيط وعم بدفشنا طب انا غلطت شيء معه؟ انا ما غلطت شيء معه يا خيي. انا اجا الله يرحمه توفى جدي من 3 أشهر. الله يرحمه. شو قلنا نحن؟ نحن ناطرين ولا يتوفى لانه الوضع صعب وفي ورته، يعني في اراضي عنده 13 ارض بالخيام وعنده بنيتين بالحمراء وكاتب ورقه جدي وين حاططها؟ كاتب ورقة صغيرة انه الورتة موجودة بقلب السيارة. الورتة شو هي؟ الورقة الكبيرة اللي بتنص مثلا بيي شو بيطلع له وخال وعمتي شو بيطلع له. بس خليني عم بحكي معه لو سمحت. يعني عم بياخد وبعطي مع بيك انسان فهمان. سنة 79 معروفين نحن يا زلمة. ايه شو يعني؟ انا ما عم بتهم بس انا ما تهمتك. خياني الي مصلحة هالورتة اذا موجودة عندي بس ما عم بس انا ما عم بخليني احكي. ما عم بخليني احكي. خلص طول بالك خليني احكي. بقى كاتب ورقه انه موجوده بقلب السياره. انا جيت لعنده غير له فرش. يعني الورقه هو ابنك لقيها للورقه. بس احنا خي شو لقيتها يا خي شو لقيتها يا خي لحظه شو لقيتها هيدا؟ حيفوتني بحيطان. خليه كفي
خلص زبير تفضل. حاج انا بس عم بتعامل معي بهالطريقه. انا في هالورثه يا خيي، انت عم بتقول بيطلع لك منها صحتين على قلبك يا خيي. شو بقول الشرع؟ بنعطيك 5% 10% صحتين على قلبك. بس انا كل بهمني انه ابنك يرد لي الورثه، يرد لي الورقه ابنك، بس هاي الكلمه. خلص يلا خلص خلص معلمة. لا انا الورثه حخلق لك معلمة. معلمة اذا انت اخذها خلص يا حبيبي. لا 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 لك يا ثلاثة. اي لك لحظة لك لحظة لك والله يا زلمة نحن كاميرا خفية. لحظة روح يا خي. هذا سكتش بينانا عاملينه معك. هذا سكتش يا خي. معلمة نحن كاميرا خفية. بس لحظة نحن اتفقنا نحن وبيك. وبيك زعلنا امبارح الليل مع شخص بنعزه. بس هاي الكاميرا لك وينها؟ بس بنعمل باي. اهلا وسهلا. اخواتنا اسم الله عليك.